والله العظيم انا في غايه الخجل والاسف. احنا متاسفين يا رهوات، فرامل فلتت. الحمد لله ربنا ستر وعرف ترفع فرامل يدي باخر دقيقه. لا معلش، الحمد لله جت سليمه. اي امر يا رهوات؟ لا خد بالك بقى وانت مروح، امشي على مهلك، وبكره الصبح ان شاء الله شوف اي ميكانيك يشوف لك الفرامل دي. وائل الحديد يا بدير. طبعا ما ينفعش نكوم البضاعه فوق بعضيها في المخازن. زين قوي يا بدير. يبقى الشهرين ثلاثه اللي جايين عايز اخلص من معظم البضاعه اللي عندينا، لان الكميات اللي هتجينا ما شفناش كدها قبل سابق. طمن يا كبير، هتحرك انا ورجاله ومش ههمد، وهعمل اتفاقات مع كل ناسنا علشان نصرف اكبر كميه من البضاعه ان شاء الله. محدش فينا يا بدير هيهمد في الايام اللي جايه، ربنا يعديها على خير. عين العقل يا غالي، اهو كده التفكير اللي قدام. على قولك محدش ضامن اللي جاي فيه ايه، وكل ما نأمن نفسينا من غدر الزمان والعندال يكون احسن. جات الخير خيرين يا ابو عمو، وانا جاهز بكل طلباتك. تسليم متى وكيف؟ في اسرع وقت، وعلشان خاطر عيونك هعمل لك اكراميه كبيره قوي يا شيخ مستجاب. في دي عاد ما صدقكش، ده انت ايدك ماسكه علينا قوي يا راجل. عليا بكل الايمان لاعمل لك احلى اكراميه. زي ما قلت لسعادتك، تحركاته بالليل رهيبه ومش مفهومه. والله يا ماهر بنوم طريق الواحات وانا ماشي ورا احساسي. احساسي بيقول ان العيله دي فيها حاجه غريبه بتحصل. مفيش قدامنا غير اننا نمشي ورا الاحساس ده، يا نكذبه يا يطلع مظبوط. خلاص نراقبه الفتره عشان الحيره دي تخلص. انا برضو بقول كده. هتقول ايه؟ عربية مش وراك من ساعة ما طلعت؟ طب اسمع، أنا ههدي سرعتي وعايزك تزود سرعتك وتعدي مني. أنا هعرف حكاية العربية دي ايه؟ هدي سرعتك يا عابد. حاضر. والله العظيم انا في غايه الخجل والاسف. احنا متاسفين يا رهوات، فرامل فلتت. الحمد لله ربنا ستر وعرف ترفع فرامل يدي باخر دقيقه. لا معلش، الحمد لله جت سليمه. اي امر يا رهوات؟ لا خد بالك بقى وانت مروح، امشي على مهلك، وبكره الصبح ان شاء الله شوف اي ميكانيك يشوف لك الفرامل دي. متاخذنيش يا باشي، انا هكمل طوالي في ورشه فاتحه طول الليل. ربنا يستر طريقنا ويستر طريقكم. السلام عليكم. اي اوامر؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. على مهلك يا عابد وانت ماشي. ربك يستر يا بيه. على مهلكم وربنا يستر طريقكم. شغلنا لازم يكون على الرؤوس الكبيره، لان الناس دول هم اللي مسيطرين على تجاره السلاح في الصعيد. مش مجرد القبض على واحد باع حتتين سلاح في سوق دشنة ولا في فرشوط. واحد زي ده مش هيجينا من وراه اي حاجه. ايه اللي تحت ايدك يا عصام بيه ممكن نتحرك من خلاله؟ ولا حاجه. عشان كده لازم نبدا من الصفر، لان مفيش حد عنده اي حاجه ضد اي حد، ولا في حد اتقبض عليه قبل كده وهو بيبيع كميات ضخمه من السلاح. لكن في عائلات معروفه بالاسم عندهم ترسانه سلاح. برافو عليك يا ماهر، هو ده اللي هنشتغل عليه. اهم حاجه انكم تمارسوا نشاطكم بشكل عادي جدا كظباط مباحث، مش عاوز مخلوق في المركز يحس انكم جايين هنا عشان حاجه تجاره السلاح دي. على فين سعادتك؟ داخل اتغدى. انا اسف، المطعم محجوز. محجوز لمين؟ في وفد سياحي جاي لكم ولا ايه؟ لا يا فندم، في اي بي حاجز المطعم لحد ما يخلص غدا. انت المره دي مش مدي الموضوع الاهتمام اللازم يا جعفر. هو انت فاهم انك هتنجح كده ببساطه زي الدورتين اللي فاتوا؟ طمن جنابك. بعدين
كفايه مساعدتك ليا. الحكايه مش هتبقى بالبساطه دي يا جعفر. الناس المره دي مش هتديك اصواتها بشويه المراوح والتلاجات اللي بتوزعها عليهم كل مره. ما تنساش انت نازل قدامك منتصر بركات. منتصر وغيره يا باشا، بينزل انتخابات والنتيجه في النهايه بتبقى محسومه لصالحي. منتصر بينزل للشهره وتحقيق مكاسب شخصيه. الظاهر ان اشغالك الخاصه مش مخليك متابع اللي بيحصل حواليك كويس يا جعفر. منتصر بركات قدر يوصل لقيادات مهمه جدا في الحزب، من اللي شايفين ان التغيير ضروري وان احنا راحت علينا. لا حد يتماسخ، ما يحصلش ابدا. بعدين المرتين اللي فاتوا هوش انه حينزل الانتخابات، رحت قعدت معاه ورضيته، خليته يتنازل عن الترشيح في اخر وقت. اهو المره دي بقى ترضيته مش هتبقى سهله. ده الكلام، وجنابك رحت فين؟ ده انت كنت بتحرك الانتخابات كلها في مصر وانت قاعد في مكتبك وباشاره من صباعك. الزمن بيتغير يا جعفر، الصراعات جوه الحزب بقت شديدة جدا ومعقدة للغاية. معقول جنابك تقول كده؟ اسمعني كويس يا جعفر، انت عارف طبعا امرك يهمني قد ايه. منتصر بركات ده لازم تحيده، انت عارف انه شره وطماع وملوش تقل على العمل السياسي. اتحرك يا جعفر، اتحرك واعمل معاه دي المناسب يرضيه ويطلعه برا اللعبة. بإرادته يا جعفر، وإلا هتلاقيه بعد كام شهر قاعد على كرسيك في المجلس. منتصر بركات؟ غريبة قوي.